حقيقة أشكر الأخوان والأخوات اللي سألوا عني وتفقدوا صحتي، والحمد لله والشكر أنا الآن متعافي وراح أرجع إلى بغداد. لكن أرادت بعض الجراثيم اللي هي منحرفة عن جادة الصواب وتحاول أن تستطيع في الماء العكر، لقوا لي صورة في مطار لندن وأنا جالس على كرسي من الكراسي، لأن مطار لندن ضخم وغير مريح بسبب إصابتي في رجلي، إصابة قديمة هاي محالة اغتيال كانت، ولهذا ما أقدر أوقف على حيلي فترة طويلة. ومن هذا المنطلق هذول يروجون إلى أخبار كاذبة وإلى دعن بصحتي وإلى آخره، ولكن سأرد لهم الكيل كيلين وسأذهب وأعود. أنا الآن أعاد إلى بغداد، بس ذولا بؤر عفنة ترتبط بالمخابرات الأجنبية والخارجية وما تسوى الحقيقة، ما تسوى. ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع أبدا، بالعكس، وأنا دا أشوف إذا تشوفوني دا أمشي طبيعي ودا أتحرك طبيعي، ما عندي مشكلة عدا رجلي اللي هي إصابة نتيجة محاولة اغتيال في عهد صدام حسين، واللي تضطرني بعضا إلى ما أقدر أوقف فترة طويلة. هاي هي فقط هذا الموضوع.